السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان تبدأ تختار المكان اللي هتبدأ فيه تبني، فلازم تعمل خريطة. فالموقع ده هيساعدك، خصوصا لو في مطور عقاري عايز مثلا يختار منطقة يستصلحها أو عايز يشتري مباني أو كده، فالموقع ده هيكون مفيد ليه إن شاء الله. طيب تعال نبدأ نشوف الموقع ده بيعمل إيه. هنا بتدور أنت مثلا فايند سايت، فبتبدأ تدور على الحاجة اللي أنت عايزها. مثلا ممكن يكون أنت بتدور على مكان قريب من المستشفيات، قريب من المدارس، فتقدر تعمل سيرش هنا. تقدر تعمل اكسبلور بالهوت سايتس، يبدأ يجيب لك، بس لازم تقول له إيه الحاجات اللي أنت مهتم بيها عشان يبدأ يدور معاك فيها. دي لو في أماكن عجبتك تقدر أنت تشوفها، وهنا بيجيب لك إيه الأماكن اللي ممكن تعملها ديفلوبمنت سايت أو ريزيدنشال ديفلوبمنت، فيبدأ يدور معاك على الحاجة دي. طيب تعالى بقى نشوف الليارات الناحية التانية. دوس بقى كده هنا على اللير وقول له مثلا انا عايز اشوف عليه زونينج، فيبدأ يقسمهم لك بالشكل دوت. طيب انا عايز اشوف المباني 3D عشان تشوف الارتفاع بتاعت المباني، فيبدأ يجيب لك المباني بالشكل ده 3D. طيب انا عايز اشوف الديتيل، عايز اشوف البيزك كونتور، عايز 3D ماكس بيلدينج هاي عشان تشوف الارتفاع بتاعت المباني اهو. ممكن نلغي ال 3D بيلدينج بالشكل دوت، ممكن نلغي الكونتور زي ما شايف فيه ليارات كتيرة جدا. طيب عايزين نشوف الفلود، لو في أماكن فيها ال ريسك من الفلود الماء ممكن تغرق المنطقة هنا مثلا، فنحاول نبعد عنها. الباش فاير، الأماكن الأثرية يبدأ ينبهك ليها، الإلكتريكال سيتي، فاير أنت زون، فبحيث يجيب لك كل المعلومات على المنطقة اللي أنت بتفكر إن أنت تشتريها أو تبدأ إن أنت تتعامل معاها. هيدا أدنس بتزود لك تولز، تقدر تختار الأدنس اللي أنت عايزها تفعلها معاك. من أماكن كتيرة خاصة بالتطوير العقاري، في حاجات خاصة بالخرائط. هنا فلتر، ممكن تعمل فلتر على الحاجات اللي انت عايز تشوفها، وهنا هتلاقي ان انت ممكن تشوف الحاجات 3D بالشكل دوت، وتقدر تشوفها 2D، وتقدر ان انت تاخد سكرين شوت، وتقدر ان انت تقيس لما تقيس مثلا طريق من هنا لهنا، لما ممكن تقيس منطقة اريا معينة بدل ما تروح تقيس، هو ممكن يساعدك في ان انت تقيس الاريا بالشكل دوت.